ولمناقشة آخر تطورات الوضع في سوريا في ظل الأزمة الاقتصادية وقانون قيصر، معنا الخبير العسكري والسياسي السوري السيد أديب العلاوي، مرحبا بك معنا. أهلا بكم، تحية لكم وتحية لمشاهديكم الكرام. أهلا بكم. بالأمس في السويداء، اليوم في الجولان المحتل، كيف تقيم وترى تصاعد وتيرة التظاهرات في الجنوب السوري؟ نعم يا سيدي، يعني دعني أؤكد على نقطة بأن الشعب السوري انتفض منذ بداية الثورة السورية في 2011، ولعلي أقول أن يعني أغلب الشعب السوري من كافة الطوائف ومن كافة الأعراق ومن كافة يعني ألوان الطيف السوري كلها انتفضت، لكن الحقيقة النظام في بعض الأحيان يستطيع أن يلعب على الوتر الطائفي ويحاول أن يعني يحاول أن يعرقل مسار هذه الثورة بأنه يحمي الطوائف، بكذبة أنه يحمي الطوائف، ولكن في الحقيقة وحتى طائفته لا يحميها لأنه زج بها في دون يعني حقيقة هذه الثورة وجعلها في مواجهة أغلب الشعب السوري، وبالتالي خسر الكثير من شباب حتى طائفته العلوية، وبالتالي أنا أقول أنه حتى طائفته هو لا يحميها، لأنه هو فقط يلعب على حماية الكرسي الذي يجلس عليه رأس النظام وليس لحماية الطائفة أو الطوائف الأخرى. وبالتالي أنا أقول يعني الحقيقة يعني الطائفة الدرزية وأهل السويداء الحقيقة الكرام هم لم ينتفضوا هذه المرة الأولى، لكن الحقيقة كان هناك برود في فترة من الفترات نتيجة الضغط الشديد عليهم من قبل النظام، نتيجة أيضا اللعب على الوتر الطائفي ولعدد من العوامل. الآن بعد هذا المسار الحقيقة الشعب السوري سينتفض حتى من داخل حاضنة النظام، حتى من داخل مدينة دمشق ومن اللاذقية وطرطوس وغيرها، لأن انكشفت الأوراق الحقيقية بأن النظام هو يحمي كرسيه ولا يحمي لا حاضنته الشعبية ولا حتى يعني الحاضنة الشعبية التي لذلك هل تعيد هذه التظاهرات؟ هل تعيد هذه التظاهرات روح الثورة مجددا بعد 10 سنوات من الحرب؟ هل يمكن أن تمتد إلى مناطق أخرى؟ أعتقد أنها ستمتد إلى مناطق أخرى، ستكون يعني اليوم في الأيام الماضية في السويداء، ونلاحظ الآن في جولان المحتل وفي القنيطرة وفي غيرها، وأعتقد أنها ستمتد إلى طرطوس، وهناك إرهاصات بأن هناك يعني الحقيقة امتداد إلى طرطوس واللاذقية ومدن الساحل السوري التي هي الحاضنة الشعبية الأكبر إلى هذا النظام، وبالتالي أعتقد أنها ستمتد إلى كل أطياف الشعب السوري وإلى كل المناطق السورية. ما دلالات خروج هذه التظاهرات في مناطق السويداء وغيرها؟ أنت تحدثت عن أن النظام فشل في الرهان على الانقسامات الطائفية. لم أسمع السؤال. ما دلالات خروج التظاهرات في هذه المناطق في منطقة كالسويداء وفي فشل النظام في الرهان على الانقسامات الطائفية؟ يا سيدي هناك العديد من العوامل، أنا قلت منذ البداية بأن يعني أهل مدينة السويداء بالأخص كانوا منتفضين منذ البداية، ولكن أعتقد أن هناك فتور، الفتور له العديد من الأسباب، الأسباب هي داخلية ودعني أقول هي أسباب أيضا خارجية، يعني بمعنى آخر هناك ضوابط لأهل تلك المنطقة، لذلك أنا أقول الآن لم يعد هناك أي ضوابط، وبالتالي فريت زمام الأمور من قبل الجميع، يعني ألعاب النظام كشفت، إضافة إلى ذلك حتى الذين يحاولون أن يهدئوا أهل السويداء الذين يميلون إلى كفة بشار الأسد مثل وئام وهابا وغيره كشفوا على حقيقتهم أيضا، وبالتالي الأيام القادمة يعني تحمل في طياتها الحقيقة الكثير من ما هو من المستجدات، يعني أقول لصالح الثورة السورية، لكن هناك العديد من العوامل الداخلية والخارجية التي أدت إلى تفاقم هذه الأزمة وإلى الوصول إلى هذا إلى ما وصلنا. من هذه العوامل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها سوريا هذه الفترة، لكن على الرغم من ذلك التظاهرات في السويداء رفعت شعار إسقاط النظام، كيف تقرأ ذلك؟ يا سيدي الأزمة الاقتصادية هي جزء، يعني دعني أقول في السابق كان يكذب النظام ويقول بأنه سيقدم إلى الأهالي أو إلى حاضنته الشعبية الكثير من، يعني كان هناك الكثير من يعني مما يمنيهم به، ولكن في الحقيقة لم يستطع أن يقدم لهم أي شيء، ليس هناك ماء وليس هناك كهرباء، الحقيقة الطحين
في مشكله، والخبز في مشكله، ولا يوجد يعني وقود. ولذلك انا اقول انه فشل في احتواء، حتى يعني كذب الكذب ولكنه صدقوه في البدايه، لكن الان هو تم كشف هذه الألاعيب. لذلك انا اقول حتى الضغط الاقتصادي هو احد العوامل، وليس كل العوامل لكنه احد العوامل التي ستفجر الوضع داخل مناطق النظام وداخل حاضنته الشعبيه وفي العاصمه دمشق وفي بقيه المناطق. ماذا تشكل او ستشكل العقوبات وفقا لقانون قيصر في المرحله المقبله على النظام؟ اعتقد ان يعني قانون قيصر سيؤثر بالدرجه الاولى هو على الشعب السوري الموجود في مناطق تحت سيطره النظام بنسبه يعني اقول 60% تقريبا، سيتاثر الشعب اكثر من تاثر النظام، ال 40% البقيه ستؤثر على النظام، لكن الحقيقه التاثير الكبير سيكون والذي يعتبر 90% سيتاثر به هو روسيا التي هي تعمل نظام والتي تعتقد انها ستكسب يعني او ستاخذ حصتها من الكعكه السوريه بحجم يعني كبير. انت تتوقع أن روسيا وايران المثقله بالعقوبات لن تستطيع مساعده النظام؟ بل على العكس تماما، ستتاثر روسيا هي التاثر الاكبر، لانها ستجد انها خاسره ولا تستطيع لا ان تقف في صف النظام لترفع من السويه الاقتصاديه ضمن هذه الظروف والمعطيات، ولن تضطر بل هي ستتاثر كثيرا وبالتالي ستعود عليها بالخسائر الكبيره. لذلك انا اقول ان هذا الضغط الكبير سيؤدي الى ان روسيا هي التي ستطلب ان يكون هناك حل سياسي، وعندما سيتم الضغط وتطبيق قيصر ستطلب الحل السياسي، لكن لن يكون الحل السياسي بما تريده روسيا، لكن سيكون هناك سيناريوهات اخرى تشترك فيها مجموعه من الدول للاسف الشديد التي اصبحت هي صاحبة القرار في الساحة السورية. الخبير العسكري والسياسي السوري أديب العليوي، شكرا جزيلا لك.